أهلا بيكم. كل شيء من الأشياء الكتيرة الموجودة حوالينا ليه شكل ولون معينين وليه تفاصيل معينة وليه كمان غرض أو استخدام محدد، ولأنه مفيش شيء من الأشياء دي ملهوش استخدام أو وظيفة معينة، فجمعنا لكم النهاردة بعض الأشياء اللي ممكن يكون كتير منكم ما يعرفش استخدامها الحقيقي أو الغرض منها، وفي الفيديو ده هنعرف بالضبط الاستخدامات الحقيقية للأشياء دي. تابعونا. شكل المعين الموجود على حقائب الظهر. كتير من حقائب الظهر أو حقائب الرحلات بيكون عليها بادج على شكل معين وفيه خطين زي كده، وكتير من الناس ما يعرفوش بالظبط ايه الغرض من وجود البادج ده. في الحقيقة البادج ده معمول لغرض مهم جدا، وخصوصا للناس اللي بتسافر كتير أو بيطلعوا رحلات تخييم أو بيمارسوا رياضات صعبة زي تسلق الجبال. ففي البادج ده ممكن تربط أي نوع من الحبال اللي بتستخدم في رحلات التخييم أو تعلق فيه الأشياء أثناء تسلقك للجبل وهكذا، لكن معظم الناس بيعتبروه مجرد ديكور أو شكل لتزيين الحقيبة. الألوان على عبوات معجون الأسنان. بعض الناس بيعتقدوا ان الخطوط الملونة اللي بتكون موجودة على انابيب معجون الاسنان ليها علاقة بمكونات المعجون او المواد الكيميائية اللي بتدخل في تركيبه، لكن ده في الحقيقة مش صحيح. فالخطوط الملونة دي واللي بتتنوع ما بين الاسود والازرق والاخضر ما هي الا باركودز او رموز آلية خاصة بآلات التغليف في المرحلة النهائية من الانتاج. الخطوط الملونة او الباركودز دي بتقراها الماكينات او الآلات من خلال مجسات الضوء في الآلة، وعلشان كده فلازم يكون لون الخط على العبوة مغاير للون أنبوبة المعجون، بمعنى انه لو لون أنبوبة المعجون أبيض فهيكون عليها خط باللون الأسود، ولو كان لونها أخضر فهيكون عليها خط باللون الأبيض وهكذا. تجاعيد السراويل. تعتبر تجاعيد السراويل أو البنطلونات حالياً جزء لا يتجزأ من كل البنطلونات تقريباً بأنواعها، ومعظم الناس ما يعرفوش بالظبط إمتى ظهرت موضة تجاعيد البنطلونات تحديداً. في الحقيقة الموضوع بدأ في القرن ال19 لما كانت مصانع الملابس في أوروبا بتورد ملابس لجميع أنحاء العالم، ولتحميل أكبر كمية من الملابس في حاويات السفن فكان لابد من تطبيق الملابس بما فيها البنطلونات. وبعد رحلة سفر بحرية طويلة كانت بتوصل حمولة البناطيل للبلد المستورد وهي مليانة بالتجاعيد، وكان من الصعب جدا التخلص من تجاعيد الملابس في الوقت ده، فما كانش قدام الناس أي خيار غير إنهم يلبسوا البناطيل بالتجاعيد اللي فيها، واستمر الأمر لحد ما بقى موضة عالمية. تجويف عصا الحلوى. معظم الأطفال في جميع أنحاء العالم بيحبوا الحلوى ذات الأعواد أو المصاصات، وكتير من الناس بيعتقدوا إن التجويف اللي بيكون موجود في عصا الحلوى دي معمول بهدف منع حدوث اختناق لو بلع الطفل العود بالخطأ، لكن في الواقع مش ده الهدف الحقيقي من وجود التجويف في عصا الحلوى. أما الأهمية الحقيقية للتجويف ده بتكون أثناء عملية التصنيع، فأثناء تصنيع الحلوى وتثبيت الأعواد فيها وهي في حالتها السائلة قبل تماسكها وجفافها بينزل الجزء من الحلوى السائلة في تجاويف الأعواد، ولما بيتملى التجويف بالحلوى بتكون متماسكة على العود بشكل أفضل. الكرات أعلى القبعات. قبعات التلج اللي كتير من الناس بيستخدموها في فصل الشتاء عادة بيكون في أعلاها كرة من الفرو أو الخيط، لكن معظم الناس تقريبا ما عندهمش أي فكرة عن الغرض من وجود الكرة دي. فكرة تركيب كرات الفرو أعلى القبعات بيرجع تاريخها للقرن ال18، في الوقت ده كانوا ضباط البحرية الفرنسية بيرتدوا قبعات في أعلاها كرات من الفرو لحماية رؤوسهم من الاصطدام بالأسقف المنخفضة لكبائن السفن، وفيما بعد انتشرت موضة القبعات ذات الكرات حول العالم وأصبح بيرتديها عساكر الجيوش في دول مختلفة. لكن في العصر الحالي تعتبر الكرات الفرو الموجودة في قبعات الشتاء عبارة عن ديكور أو مجرد زينة وبيكون ليها ألوان مختلفة. الجيب الصغير في الملابس التحتية النسائية.
بالتأكيد مش كل النساء يعرفوا الهدف من وجود جيب صغير في بعض الملابس التحتية النسائية. في الحقيقة هو الجيب نفسه ملوش أي هدف أو غرض معين، لكن الأمر بيتعلق بطريقة خياطة الطبقة الداخلية الناعمة اللي بتكون موجودة في الملابس التحتية. فالطبقة الداخلية الناعمة بيتم خياطتها من جانب واحد فقط، وده لأنها لو اتخيطت من الجانبين مش هتكون مريحة للمرأة اللي بترتديها، ونتيجة الخياطة من جانب واحد فتكون ما يشبه الجيب الصغير. شكرا على المشاهدة، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.